أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طرح كمية إضافية من اللحوم البلدي والمجمدة وعدد من المنتجات الغذائية. عشان نعرف تفاصيل أكثر معنا على الهاتف دكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا بك. عايزين نعرف من حضرتك يا دكتور المبادرة وبتاعة مزارعنا، وعايزين نعرف كمان دور وزارة الزراعة في محاربة الغلاء. تعليقك يا دكتور. يعني الأول اسمح لي أشكر حضرتك، شكرا جزيلا. وطبعاً إحنا مهتمين بشكل كبير بتوفير احتياجات المواطن المصري، والدولة المصرية عملت جهد كبير خلال السنوات السابقة في مشروعات عملاقة هدفها توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري. طبعاً إحنا في ظل التحديات العالمية اللي موجودة بنحاول إن إحنا نوفر كل احتياجات المواطن المصري، مستغلين فكرة الإتاحة بحث موجودة لدى الدولة المصرية، ودي ميزة موجودة عندنا بشكل كبير، ونواجه أي غلاء يحدث في الأسعار أو أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار. علشان كده قمنا بجهد كبير وبعمل دؤوب في توسع في إنشاء المنافذ وفتح المنافذ التسويقية وأماكن بيع المنتجات الغذائية للمواطنين، بهدف تحقيق فكرة الربط دي، وإن إحنا يكون عندنا فرصة أفضل لتحقيق خدمة أفضل للمواطن المصري. عشان كده إحنا عندنا أكثر من 243 منتج موجودين، بنقوم بعملية الربط المباشر ما بين المنتج واللي هو الفلاح وصغار المزارعين ومزارعنا اللي موجودة، والمستهلك اللي هو المواطن المصري، وغير مجموعة المنافذ المتنقلة اللي حوالي 30 منفذ. علشان كده أطلقنا المبادرة اللي بتقول خير مزارعنا لأهالينا، بحيث يبقى في ربط ما بين المزارع المصرية والمستهلك المصري. صحيح. دكتور محمد صباح الخير، ودايما منورنا في صباح مين. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. محتاجين نتكلم عن أنواع المنتجات اللي موجودة، وإيه الفرق بينها بين السعر في المنافذ وبرة؟ هو الفرق في السعر، خلينا ناخد الجزء الأول بتاعها. فرق في السعر، حضرتك عارفة إن المنافذ الموجودة بتعمل عملية ربط مباشر ما بين المنتج والمستهلك. فدلوقتي قللنا الحلقات الوسيطة، فبالتالي بيحدث انخفاض في الأسعار وبيحدث فرق في الأسعار. دي أول حاجة. الحاجة الثانية إن إحنا كمان يعني بنحط هذه المنافذ بنطرح فيها كميات إضافية وكميات كبيرة علشان فيها اتزان واستقرار في الأسعار. وده يبقى بديل مناسب أمام المواطن المصري إن هو يقدر يشتري احتياجاته، ويلاقي لو حد فكر إن هو يرفع الأسعار أو يحط زيادات غير مبررة في الأسعار، فهيلاقي بديل قدامه فيقدر يلجأ إليه، وده طبعاً أمر إيجابي. يعني بحوالي بنسبة كام في المية يا فندم فرق السعر؟ إحنا بنوصل لحوالي 20% وأحياناً 30%. فدي كلها ما زالت تكون موجودة، وأنا لما كنت ده بديل موجود كمواطن المصري فيقدر يسيب المنفذ أو الأماكن البيع اللي بتغالي عليه ويلاقي بديل مناسب. دي مش بس منافذ وزارة الزراعة بالمناسبة، إنما منافذ الدولة المصرية، أمانة ووطنية ومنافذ تحيا مصر ومبادرة كلنا واحد، كل هذه المبادرات تتكامل مع بعضها لتحقيق الغاية اللي هي اتزان السوق واتزان الأسعار وإتاحة السلع المختلفة بأسعار مناسبة للمواطن. صحيح. دكتور محمد، عايز أسأل حضرتك سؤال. يعني تقريبا كده أنا شفت في بعض الأماكن سعر كيلو اللحمة البلدي وصل من 220 وصل حتى 300 جنيه. فتقريبا في المبادرة هيكون سعر اللحمة البلدي تقريبا قد إيه، وسعر اللحمة المجمدة قد إيه؟ إحنا تقريبا سعر اللحمة البلدي بنتكلم حوالي 160 جنيه، بتبدأ من أول 160 جنيه. طبعا يعني بنحاول إن إحنا يكون في توجيهات بتثبيت هذا السعر، ما يكونش في أي زيادات. طبعا اللحوم المجمدة لها سعر يومي والدواجن لها سعر يومي، لكن بيكون دايما أقل من سعر السوق بما يعادل حوالي 20%. يعني أنا شايف إن في فرق كبير في الأسعار كمان، يعني إحنا داخلين دلوقتي فرق تقريبا على أقل 70 جنيه، ده رقم كبير جدا. يعني أنا شايف الفترة الأخيرة يا دكتور إن في غلاء بشكل غير مبرر. يعني في بعض التجار طبعا اللي بيكون عندهم التزام وبيبيعوا بأسعار كويسة، وفي بعض التجار اللي بيغلي يمكن بشكل يومي، بيشوف اللحمة كمان بشكل يومي كل شوية زادت. أكيد الغلاء مش بيكون بشكل يومي. تعليقك يا دكتور. طبعا يعني ده شيء أكيد. حضرتك احنا في ظل هذه الازمات العالميه وارد ان يكون في ارتفاعات في الاسعار نتيجه انخفاض كميه التوريد، التجاره العالميه تاثرت، في حاجات كثيره جدا وارد انها تؤثر مش بس عندنا احنا في مصر، وارد انها تؤثر على كل العالم، وده شفناه في كل العالم بالمناسبه. فده امر. الامر الثاني ان قد يكون في ناس بيستغلوا هذه الازمات، صحيح،
هم بيخفوا السلعة أو بيحاولوا يحطوا إجراءات من شأنها إن هي ترفع السعر بشكل غير مبرر عن المواطن المصري. الارتفاعات المبررة إحنا بنتفاهمها، يعني إحنا أكيد بنتفاهم إن في بعض ارتفاعات مبررة وأكيد المواطن ممكن يقبلها بشكل أو بآخر في ظل هذه الأزمات. أما الارتفاعات غير مبررة فالدولة تاخد فيه زيادة إجراءات علشان نقوم بعملية ضغط للسوق، زي مثلا القرار اللي اخذه المهندس مصطفى الدكتور مصطفى منبولي بوضع التسعير على المنتجات المختلفه، عمليه التسعير، عمليه الرقابه اللي بتقوم بتصرف التموين. واحدى هذه الادوات او احد اهم هذه الادوات هو فكره التوسع في المنافس التسويقيه للدوله المصريه اللي من خلالها نقدر ان احنا نعمل عمليه توفير بديل امام المواطن المصري. صحيح مش هنقدر نوفر الخدمه لل 100 مليون مواطن مصري، ولكن هذه البدائل لما تكون متاحه امام المواطنين فهيبقى في ملجأ للمواطن لو لها اي زياده غير مبرره يكون هو صاحب القرار ويقدر يسيب المكان اللي بيغلي عليه ويروح لاحدى المنافس اللي بتضمن له جوده عاليه وبتضمن له في نفس الوقت سعر مناسب. صحيح. طب الدكتور خلينا نرجع لسؤال انواع السلع اللي موجوده في المبادره دي، يعني في لحوم، في اسماك، في خضار، في كل المنتجات اللي ممكن يحتاجها المواطن ولا حاجات معينه؟ اه طبعا كل ما يحتاجه البيت المصري تقريبا موجود في المنافس تبع المبادره. عندنا اللحوم او مصادر البروتين الحيواني بتكون موجوده دايما، البقوليات، الرز، كل الاحتياجات الاساسيه للمواطن بتكون موجوده في المنافس التابعه للوزاره بحيث ان هو يقدر يشتريها ويقدر يوفر احتياجاته منها. ارجع لحضرتك برضه يا دكتور وبسال حضرتك عن عدد المنافس الموجوده، وبصراحه انا بشيد بدور وزاره الزراعه، دي مش المبادره الاولى، دي المبادره رقم مليون اللي بتقوم بيه وزاره الزراعه في اختلاف كل المنافس. عايز اعرف ازاي انا كمواطن بسيط اقدر اعرف المنافس منها الثابت والمتنقل، وهل في استراتيجيه اكتر ان شاء الله يعني يكون في توسع في عدد المنافس؟ تعليقك يا دكتور. اه طبعا يعني بنخطط لزياده المنافس، بنخطط ل انشاء منافس جديده، بنخطط ل تطوير في المنافس القائمه و ضخ كميات اضافيه فيها، وده بنشوفه فعلا. احنا كنا من فتره تقريبا كنا حوالي 170 منفذ، النهارده احنا بنتكلم في 243 منفذ بيقدموا خدمه للمواطن المصري. عندنا برضه منافس متنقله حوالي 30 منفذ، ودي برضه بتخدم المواطن المصري وبنحطها تحت اجهزه وتحت تصرف اجهزه الحكم المحلي. غير ان احنا كمان بنشارك في معارض اهل رمضان اللي بتنفذها الدوله المصريه، ودي برضه لها دور في توفير احتياجات المواطن المصري. وفي مجموعه من الخدمات الاخرى اللي بنحاول احنا نعملها مع الجهات المختلفه، كل المنافس المختلفه، ان احنا بنوفر احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعيه بنقدر نوفرها فيها. صحيح. وكل ده بيدي فرص بديله امام المواطن المصري اللي لا يحتاج بشكل اسرع ان شاء الله. مزيد نجاح وتطور وبنشيد بدور وزاره الزراعه. بشكر الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعه والمتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه.